وللحديث أكثر عن التلوث في العراق وأثره على صحة المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بحسب موقع أوندارك، إن جودة الهواء في العراق غير صحية وغير صالحة للتنفس، إلى ما ترجع هذه الظاهرة؟ صحيح، هذا مو ليس جديد. من الاحتلال إلى الآن، زين، الاحتلال استخدم كل اليورانيوم المخصب وغيره، وهاي الشركات النفطية اللي ما مراقبة تهمت عليها. وهسه احنا عندنا حالات بالذات، حالات الربو القصبي وحالات التهاب القصبات الرئوي، لان كلتها مسائل زادت من هذا الامور. نعم دكتور، الى اي مدى ترى ان تزايد نسب الاصابه بالسرطانات في العراق ترجع الى هذا التلوث ايضا؟ والله صحيحه، حالات السرطانات عندنا كثيره. نعم. سرطان يعني بالذات سرطان القصبات برونكوجينيك سي اي اتهمت عليها، وسرطانات الحنجره، وسرطانات الامعاء الغليظه، كلها يعني كلها اقولها هي وليده الاحتلال. وليده الاحتلال واستخدام اليورانيوم المنظف من قبل قوات الاحتلال اتهمت عليها. نعم. وعدا هذا اللي احنا اللي ابتلينا به حكام الاحتلال، يعني من ضمنهم ذول اللي بيحكمون البلد هسه. نعم. دكتور، يعني ما هو الدور الذي يلعبه التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط في العراق ليشكل هذه المشكلة الكبيرة؟ والله مشكلة كبيرة، يعني احنا عندنا البصرة والعمارة. نعم. السرطانات كبيرة، يعني قربها من آبار النفط وحرق حتى الغاز المنبعث، هذا اللي يصرخون عليه يوميا، المنبعث من الآبار كل يتدعي أثر. والكرمة الإصابات السرطانية بهاي المحافظات الجنوبية شيء مخيف بالعدد. وزارة البيئة العراقية تقول إن عدم التزام الشركات النفطية بالقوانين البيئية يزيد من نسب التلوث، كيف ترى دور الحكومة للحد من ظاهرة التلوث؟ أكو عناصر بالحكومة متواطئة مع هذه الشركات. هاي الشركات لو لاقي إيد قوية وعقوبات رادعة ما صار هذا الشيء. نعم. طيب دكتور، ما هو دور أيضا انتشار النفايات في الشوارع والأزقة والمناطق العراقية في انتشار الأوبئة والأمراض أيضا؟ طبعا طبعا طبعا، هذه حدث ولا حرج عدا في كل العراق هسه صارت. يعني أنا البارحة كاتب عن هاي الشغلات، يعني سنتر مال العاصمة بغداد، الله أكبر، بغداد ملوثة. نعم. بغداد النفايات يعني حتى مع الأسف، أنت تصور هاي العامرية جابوا النفايات والدنيا والعالمين يمها، حرق النفايات يمها، وكل النادة تصيح خانضاري دي يصحون، العامرية دي يصحون من حرق النفايات اللي يجيبوها. حتى لو تجي لبغداد بالعشرة بالإحداعش بالليل وتشم الريحة الكريهة اللي تنبعث من حرق النفايات. نعم. الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.